إلى الجزائر. ما شاء الله أنا كتير كان مذهل، يعني عادة تفاعل الناس ممتاز قريب لهذا التفاعل، بس هم ما بعرف شو حسيت أكثر، يعني حتى شوي أكثر. طارق العابد تقال مجلسة نرى طارق العابد تقال ميلي باس جزائري رجالي. أنا هلا معي هلا القفطان ولا رح أجيب بقية الرجالي بقية العدة الرجالي طبعا. مو القفطان، شو اسمه البرص الجزائري. هلا بكمل الباقي شوي شوي. شكرا. يا حبيبات بنتمنى نكرر الحفله مره ثانيه وثالثه ورابعه، لا يمل منهم ابدا والله. بكره مسافرين الرياض، عندنا حفله بعد بكره، نخلص نعاود نرجع الجزائر، ومن الجزائر لتونس، ومن تونس بعدها بنروح للمغرب، ومن المغرب بدنا نرجع لمصر، ومن مصر نرجع نطلع على الكويت. فبعد ما تخلص الجولات هي في جوله اكبر راح تكون ان شاء الله، ومو فقط في الاربع ولايات اذا الله يسرها. نوجه تحية لطارق العربي طرق، انا جاي الجزائر وجاي يدير لنا هاد يغني لنا الغنية تاع سبيس تون. وشكرا. الاغاني اللي تشوفوا عليهم كاين بزاف، كاين القناص، كاين حديقة سرية، كاين تاع هزي مرة عاد ريمي، عهد الاصدقاء، عهد الاصدقاء جرين دايزر، ولا غتلموا بزاف. انا متحمسة نسيت نغنوا. نعم بون دقيقة نتفكر ديبو بداي بيها، ما بيت نتفكر أصبري نتفكر الغنية. منا نهار، نهارنا أمل، نملك الخيار وخيارنا أمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النهار، نفق تدعونا كي ننسى ألما عشنا، نستسلم لكن لا، ما دمنا نحيا نرزق، ما دام الامل طريقا فسنحيا. نعم العاصمه انتيوم. واش جيتي اليوم تشوفي؟ طارق العربي طرقان. نعم وكي حضر الاغاني تاعهم. مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يوحي، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف. بون اليوم جينا لهنايا على جال طارق العربي طرقان، والله صافي بليز نشوفوا دي زيفان مو هكا، وان شاء الله يزيدوا يمدوا لهم باش يخدموا لي زيفان مو هكا. مام الشعب الجزائري كان حاضر بقوه اليوم، ونطولوا تحيه كبيره ليه وكاع الجروب ديالو، مام الجروب تاع براعم، صافي بليز اللي شفناهم اليوم. وهذا هو.